يا جماعة البت دي بتقول ان البيتزا دي احسن بيتزا ممكن تاكلها في حياتك، بتقول ان هي بيتزا اسمها بيتزا نص مطهية، يعني هي معمولة بس نص سوا وانت بتاخدها بتحطها في الفرن على طول وبتبقى احسن بيتزا حرفيا ممكن تجربها في حياتك كلها. فانا قعدت ادور عليها لحد ما لقيتها في هايبر وان ولقيتها ب 27 جنيه. دي كده شكلها تبقى بيتزا نص مطهية من هايبر وان. المكونات بتاعت البيتزا دي دقيق وخميرة ومحسن ولبن بودرة وسكر وملح طعام وزيت ومياه وصوص طماطم وزيتون وسوسيس وجبنة موتزاريلا. الوزن 300 جرام تقريبا، وتاريخ الصلاحية 24 ساعة من تاريخ الانتاج، وتاريخ الانتاج 2 مايو، يعني حرفيا فاضل 12 ساعة بالظبط وتبوظ. دي كده شكلها كده بعد ما فتحناها، شكلها يعني حلو ومليانة موتزاريلا وكده يعني. فدي المفروض بقى نحطها في الفرن، مش عارف بصراحة قد ايه لحد ما تتسوي، فتعالوا دلوقتي نحطها في الفرن ونشوف. والبيتزا على فكرة مش صغيرة خالص، لا البيتزا كبيرة يعني قد ايدي بالظبط يعني، فيعني ممكن مثلا دي تتحط في فئة ان هي البيتزا الوسط، مش البيتزا الكبيرة قوي ولا صغيرة قوي، لا دي مثلا البيتزا الوسط ب 27 جنيه. فتعالوا نجربها ونحطها في الفرن وتشوف هل هي فعلا اختراع وحاجة جامدة جدا جدا ولا بايظة خالص ومحدش يشتريها. يلا بينا. يا جماله يا جماله على البيتزا لما استوت وريحتها عايز اقول لك خطيره جدا، الريحه بتاعتها مش عارف اوصفها لك، اقسم بالله جامده قوي. ده شكلها بعد ما اتعملت، الجبنه بقى الموتزاريلا ساحت على البيتزا وريحتها تحس ان ريحتها بصل شويه، علشان هي اصلا فيها بصل مبشور كده اللي هو صغير ده لو انتم شايفينه هنا، ولكن احنا دلوقتي هنقطعها ونشوف الدنيا بتاعتها ماشيه ازاي. يلا بينا، انا متحمس جدا 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 للبيتزا دي. يا واله يا واله على الحلاوه والجمال، يا واله. تعالوا ندوق. بسم الله، الكلام على كبير قوي قوي قوي. بص يا مان، كطعم بيتزا هي طعمها خطيره جدا جدا، ولكن ناقص لها بس شويه حاجات. نسبه الموتزاريلا اللي موجوده فيها كتيره قوي قوي بصراحه، يعني زي ما انتم شفتوا كده بتشد كده وبتلط وبتلز وحاجات غريبه كده، بحب انا البت دي قوي، ما علينا يعني. ولكن العجينه باينه اللي هي اتطهت على مرتين او اتعملت على مرتين، مش زي البيتزات اللي احنا بناكلها العاديه اللي احنا بنحطها في الفرن وبعد ما تخلص خالص بنقوم مطلعينها بتبقى باينه ان هي فريش جدا، لكن دي باينه اللي هي اتعملت على مرحلتين او ثلاث مراحل. كفكره بقى اللي هي اتجمدت شويه وبعد كده رجعت تاني في الفرن وكده يعني، ولكن هي كبيتزا سريعه جامده جدا جدا، كالطعم والفليفرز اللي فيها والحاجات المكونات اللي عليها دي مظبوطه قوي، مفيش اي حاجه يعني زايده عليها قوي او ناقصه قوي، لا كل حاجه مظبوطه فعلا. فالبيتزا النص مطهيه من هايبر حلوه ولا اي كلام؟ حلوه. تاخد كام من 10؟ ممكن تاخد بس 8.5 من 10 او 9 من 10، وسعرها 27 جنيه. بس كده، شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 اقرب وقت. والانستجرام بتاعي هنا، بنقدم هناك عظمه جدا جدا، وبعد كده على التيك توك بالمره واليوتيوب بالمره برضه. وكالعاده دوس كوتش. السلام عليكم.